السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنتناول بالشرح أول حلقات الفلسفة للترم الثاني. أول دروس الفلسفة عندنا السنة دي هي فلسفة الأخلاق. ما المقصود بفلسفة الأخلاق وماهيتها ومذاهبها؟ احنا نتعمق الترم ده في مفهوم الاخلاق، يعني ايه اخلاق اصلا؟ طيب ماهيتها دي يعني اصلها ايه؟ قال لك اولا نشأة فلسفة الاخلاق ان النشأة الحقيقية الاولى للاخلاق تعود الى وجود الانسان وقصة قابيل وهابيل. طبعا عارفين احنا قصة قابيل وهابيل اللي هو اولاد سيدنا ادم، ان واحد قتل الثاني. حكماء الشرق القديم الذين اهتدوا بدراسة الاخلاق الجانب النظري. أما فلسفة الأخلاق باعتبارها فرع من فروع الفلسفة فقد نشأت في العصر اليوناني على يد سقراط والسوفسطائيين خلال القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد، ثم تتابعت المذاهب الأخلاقية لدى الفلاسفة. قال لك قصة فلسفة الأخلاق إن إمتى الفلاسفة اتكلموا عن أصل الأخلاق إيه؟ يعني إيه كلمة أخلاق؟ دي بدأت طبعاً الشرق القديم كان بيتكلموا إن كمبادئ اخلاق دينيه وقت ما خدنا في اولى ثانوي. انما كاصل الاخلاق ايه وايه اهميه الاخلاق وازاي نتبع سبل الاخلاق، دي بدات على يد سقراط والسوفسطائيين في العصر اليوناني. السلايد اللي بعده. حول الاخلاق فلسفه الاخلاق قال لك يمكن ان نحصر الاستخدامات المختلفه لكلمه اخلاق. كلمه اخلاق دي ممكن ان احنا نحددها في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول او المعنى الاول قواعد الاخلاق، اللي هي الاخلاق قواعد السلوك. وهنا بمعنى الاخلاق هي طريق او اسلوب معين في الحياه. هنا هنعرف الاخلاق على انها اسلوبك في الحياه. حتى لو قال لك ده الواد ده اسلوبه مهذب، اسلوبه اخلاقي. هنا الاخلاق هنا اسلوبك في الحياه عباره عن ايه؟ قال لك فهو اقرب الى الاخلاق الدينيه في حياه الانسان، فيقولون الصدق ويرددون الامانه فالدين المعامله. هنا الاخلاق بالمعنى هنا اسلوب حياتك ايه؟ تقترب شويه بالاخلاق في الدين. طيب الاخلاق بالمعنى الثاني اللي هو الاخلاق كتربيه اخلاقيه، وهنا تعني مجموعه من القواعد السلوك التي تربينا عليها او تربى عليها الاجيال والنشء. فهو يشير الى مجموعه القواعد والنصائح الاخلاقيه. هنا الاخلاق هنا بمعنى اللي هي الاخلاق اللي احنا واخدين عليها، اللي هي مجموعه القواعد اللي احنا اتربينا عليها. اول حاجه الاخلاق اسلوب حياه اللي هي طريقه معاملتك مع الناس. هنا الاخلاق بمعنى القواعد الاخلاقيه اللي كلنا اتربينا عليها. الفرع الثالث او النوع الثالث الاخلاق اللي هي فلسفه الاخلاق، وهي تعني البحث في طرق الحياه وقواعد السلوك. هنا بقى اسمها فلسفه الاخلاق، وده اللي هنتخصص فيه. ودي معناها هنا الاخلاق انك تحاول تبحث عن افضل انواع السلوك المحترم عشان تتصف بيه انت. خلاص؟ فالاخلاق هنا اعتبارها فرع من فروع الفلسفه، طبعا عارفين فروع الفلسفه كتير قوي قوي، هنا فلسفه الاخلاق فرع من فروعها وهي دراسه الفضائل او الرذائل. الفضائل يعني الصفات الاخلاقيه الحميده، اما الرذائل الصفات الاخلاقيه السيئه. السلايد اللي بعده. معنى المذهب الاخلاقي. المذهب يا جماعه ما المقصود بالمذهب الاخلاقي؟ المذهب قال لك الاخلاق يمثل هي رؤيه الفيلسوف الخاصه لجوهر السلوك الاخلاقي. مذهبك الاخلاقي هنا معناه ايه؟ قال لك مذهبك الاخلاقي هنا المقصود به رايك ايه في الاخلاق؟ ايه افضل سلوك اخلاقي المفروض نتبعه؟ حتى يقول لك حتى في الاسلام يقول لك المذاهب الاربعه. المذاهب يعني الاراء في الفقه وفي الدين. هنا المذاهب الفلسفيه معناها رايك ايه في الفلسفه، او سوري رايك ايه في الاخلاق السليمه، ازاي نتبع الاخلاق السليمه، ما هي الاخلاق السليمه في وجهه نظرك. طيب رابعا المذاهب الاخلاقيه. قال لك اختلف فلاسفه الاخلاق منذ قدم الزمان على تفسير المذاهب الاخلاقيه. طيب هنا بيقول لك ان كان في من اول قديم الزمان لحد النهارده اختلف الفلاسفه، بما ان اتفقنا ان كل فيلسوف له وجهه نظر، فاذا اختلف الفلاسفه حول تحديد اصل الاخلاق ايه؟ ما المقصود باصل الاخلاق؟ هناخد المذاهب الاربعه
او سوري المذاهب الخمسه في الاخلاق. المذهب الاولاني عندي اسمه المذهب العقلي، طبعا يتزعمه سقراط وافلاطون وارسطو او الجماعه اسمها الجماعه الرواقيه. هم دول بقى بيقولوا ان العقل هو اساس السلوك الاخلاقي، ده رايهم، بيقول لك ان الاخلاق نابعه من عقلنا. طب المذهب الثاني مذهب المنفعه، زي واحد اسمه بيت نام وجون ستيوارت ميل، طبعا دول بيقولوا مصدر السلوك الاخلاقي هو النفع او الالم. معنى ايه؟ ان الاخلاق الحاجه اللي بتحقق لك النفع، وعدم الاخلاق هي الحاجه اللي بتحقق لك الضرر. طبعا المذهب الثالث المذهب الوضع الاجتماعي، زي كونت ودوركايم، ده اللي خدناهم في الترم اللي فات، ودول قالوا ان اصل الاخلاق هو المجتمع. شوف المجتمع عايز ايه وانت تتبعه، هو ده الاخلاق. خلاص. طبعا المذهب الضمير، وده طبعا يتزعمه بيتلر، وده قال ان الاخلاق نبع من ضمير الفرد، ده نبع بالتفصيل. اخيرا المذهب الواجب العقلي، وده عند ايمانويل كانت، وده بيقول لك ان الواجب محور الاخلاق وهو السلطه الخارجيه. الواجب ده نوع من انواع العقل، نبع بالتفصيل كمان شويه او في الحصه اللي جايه. نبدا كده الاستاذ اللي بعده في اول حاجه عندي، وهو المذهب العقلي عند فلاسفه اليونان او عند السوفسطائيين. في جماعه اسمهم السوفسطائيين يا شباب، الجماعه دول كانوا في اليونان كانوا بيثبتوا الحق باطل والباطل حق، كانوا جماعه فاسدين جدا. دي القصه يعني، تصدرهم سقراط وحاول يحاربهم. خلاص. وعلى فكره دول حكموا على سقراط بالاعدام. طيب الجماعه دول كان بيتزعمهم واحد اسمه بروتاغوراس، واحد اسمه بروتاغوراس. يقول بروتاغوراس ان الانسان هو معيار الاشياء جميعا، فإن قال على شيء أنه خير فهو خير بالنسبة له، وإن قال على شيء أنه شر فهو شر بالنسبة له. وأقر السوفسطائيون طبعا هذا، وهو نسبية الأخلاق. طبعا عمنا بروتاغوراس ده دمر الأخلاق وعمل مصيبة كبيرة جدا 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 جدا. ده قال إن الأخلاق عبارة عن إيه؟ قال لك الإنسان هو معيار الأخلاق، كل واحد هو ونفسه بقى. شايف اللي بتعمله ده خير فهو خير، شايف اللي بتعمله ده شر فهو شر، وبالتالي لا تحاسب عليه. بمعنى يعني لو انا شايف ان ليا صديق ليا ده يستاهل القتل، او مطلع السكينه وقتله، تيجي تحاسبني اقول له لا استنى، ده بروتاغوراس قال اللي انت شايفه وانا شايف ده خير، فما تحاسبنيش. اذا الاخلاق ما بقتش ثابته. القتل قد يكون خير وقد يكون شر، السرقه قد تكون خير وقد تكون شر. اذا بقى في نسبيه في الاخلاق، نسبيه في الاخلاق يعني الاخلاق مش ثابته. طبعا جه سقراط، طبعا ده زعيم المذهب العقلي. طبعا عمل سقراط ثوره على الراي السوفسطائيين، واكد على ان الاخلاق او اكد ان العقل هو اساس الاخلاق. قال لهم لا، ده الاخلاق نابعه من عقلنا، الاخلاق واحده. القتل شر دايما، واعطاء الفقير مثلا خير دائما. مين اللي بيقول كده؟ عقلي. خلاص. ومعيار التمييز بين الخير والشر، يعني العقل هو معيار التمييز بين الخير والشر. ومن هنا يرى سقراط ان الفضيله واحده وان تعددت مسمياتها. الخير واحد ولكن اسماءه كتير، انك تطلع للفقير، انك تساعد واحد يعدي طريق، هو الخير واحد ولكن مسمياته كتير. يبقى اذا الاخلاق هنا معيار العقل عند سقراط. استاذ بعده افلاطون. طبعا اكد افلاطون على مذهب سقراط. افلاطون طبعا ده من ضمن الناس العقليين جدا اللي هو من تلامذة سقراط. قال ان الخير مثالا واحدا ينبغي على الانسان ادراكه ليغير سلوكه. قال لك ان الخير واحد، مش حاجه اسمها في القتل خير او شر، مش الكلام ده، الخير واحد عند كل الناس، بس الناس اللي بتستعبط. خلاص. فلابد الانسان ان يدرك الخير، والانسان لو عمل الخير مره واحده سيصبح فاضلا على الدوام. يعني لو انت عملت الخير مره واحده هتحب عمل الخير. فالانسان عند افلاطون تتصارع بداخله ثلاثه قوات او ثلاثه انواع من النفس. افلاطون عنده الانسان عنده ثلاثه قوات بتتصارع جواه. اول قوه عندي اسمها القوه الشهوانيه. اول قوه عندي اسمها القوة الشهوانية، وهي فضيلتها يعني القوة الشهوانية عندي دي ان انت بتسعى الى شهواتك، بتسعى لتحقيق شهواتك. خلاص. فانت حكمت فيها، كلنا عندنا شهوة، شهوة الجوع، شهوة المال، كل اسمها شهوات.
لو انت تحكمت فيها فان تحكم فيها العقل ها اصبح ماله بقى؟ قال لك اصبح يتسم الفضل بالعفه، بقيت عفيف. يعني لو انت مثلا تحكمت في شهوه الجوع اصبح عندك عفه، مش اي حد يحط لك عفه وتنزل تاكل معاه، لا مفيش الكلام ده، اصبحت عفيف. طيب تاني قوه عندي اسمها القوه الغضبيه، وان تحكم العقل فيها اصبح يتصف بصفه الشجاعه. القوه الثانيه هي قوه القوه الغضبيه، سوري، انك كلنا بنتعصب، كلنا بنتضايق، كلنا بنغضب. لو انت اتحكمت في ده، لو انت اتحكمت في غضبك تقدر ان انت شجاع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ادلكم على اشجع الناس هو الذي يمتلك نفسه عند الغضب. انت لو امتلكت نفسك عند الغضب بقيت انسان شجاع. القوه الثالثه على فكره عندك قوه اسمها القوه العاقله. لو انت تحكمت في عقلك اتصفت بصفه العداله، لان العقل ممكن يخليه نظلم. لو انت تحكمت في عقلك اتصفت بصفه العداله، قال لك وتتجلى هذه الاسباب في الفضائل الثلاثه الحكمه والشجاعه والمنفعه. لو انت تحكمت في عقلك هتتصف بالعداله او الحكمه، الحكمه يعني الراي السليم، وممكن تكون عادل. ولو تحكمت بدول الثلاثه، يعني انت عندك الحكمه والشجاعه والعفه، لو عندك الثلاث صفات دول بقيت انسان عادل. السؤال اللي بعده طبعا تعقيب على راي على المثل العقلي، قال لك ان العقل هو هبه الله عز وجل للانسان وحده دون سائر الكائنات، ومن هنا كان على الانسان ان يستجيب لعقله ويعرف نداء شهواته او يعزف عن نداء شهواته. ولكن المشكله هنا ان هم بالغوا في العقل. يعني ايه مثلا مصطفى بالغوا في العقل؟ وكان العقل هو كل شيء، بس برضه الانسان عنده نوع من انواع المشاعر والدوافع الفطريه، مش العقل هو كل حاجه. برضه لازم نتبع المشاعر، حب وخوف كل اسمها مشاعر لابد اتبعها بجانب العقل. طيب المذهب الثاني عندي هو مذهب المنفعه، وده مذهب بسيط جدا 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 عندي. وهو ملخصه يعني انك انا احدد السلوك العقلي او احدد او السلوك الاخلاقي من خلال مذهب المنفعه. ما المقصود مذهب المنفعه؟ انك يرى قدماء النافعيين ان الانسان اناني بطبعه، يبحث عن السعاده والبعد عن الضرر. الشيء اللي هيحقق لك السعاده ده اسمه اخلاق. يعني انا لو سرقت بنك ما هيحقق لي سعاده في نظام اخلاق. واللي هيحقق لك لو هتتسجن بعدها على طول يبقى اسمه ضرر، وبالتالي ده لا اخلاق. ولكن في حاجه، المذهب ده بينقسم حاجتين. طبعا قدماء ومحدثين اللي هم معاصرين. القدماء منه قال لك اللي حقق لك انت الدفع كانسان لوحدك يودع بقيه الناس، هم قالوا كده. وبالتالي انسان اناني بطبعه. لو حاجه حققت لها النفع، لو انا مثلا تاجر سلاح هيحقق لها النفع بس هدمر البشريه، مش مهم ده خير. ويرى المحدثين منه، قال لك يرى المحدثين من هذا من اصحاب هذا المذهب زي فيتنام وجون ستيوارت ميل الى توسيع دائره المنفعه فتشمل قال لك تحقيق السعاده لجميع افراد المجتمع. يعني ايه يا مستر مصطفى؟ لازم الاخلاق هنا اللي تحقق النفع مش تيجي انت لوحدك، لاخلاق المجتمع. يعني لو انت راجل تاجر سلاح مثلا يعني، بس انت هتستفيد بس المجتمع كله هيتضر، لا مش اسمهاش اخلاق. خلاص؟ طبعا التعقيب على المذهب ده يا جماعه ان هم كده ان جنبوا العقل خالص كده. العقل في نظرهم خلي بالك ان هو ملوش دور خالص. وبالتالي انت كده بالغوا قوي 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 في المشاعر والنفع والضرر. مش كل حاجه بتسبب لي النفع تبقى هي اخلاق. وبالتالي انا كده فتحت باب قدام الشهوات. طبعا احنا كده يا جماعه خدنا المذهب الاخلاقي سواء العقلي او المذهب النفعي. بكده نكون انتهينا من الدرس الاولاني او الجزء الاولاني في فلسفه الاخلاق. اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره القادمه. السلام عليكم.